أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبتنا الأعزاء، إحنا في المحاضرات السابقة تطرقنا لموضوع البنوك التجارية، وأخذنا تعريف ومفهوم البنوك التجارية، وختمنا الفصل بميزانية البنك التجاري. أي موضوع، يعني الفقرة الثامنة، البنوك التجارية ومخاطر تقلبات أسعار الفائدة، هذا الموضوع إلى نهاية الفصل الخامس ما داخل، ما راح نتحدث عنه ولا يجيكم في الامتحان. اليوم موضوعنا اللي هو الفصل السادس، البنك المركزي، واللي هو آخر فصل من مادة النقود والمصارف. البنك المركزي اللي هنا، أنا أول شيء نتطرق إلى موضوع المفاهيم، الإطار المفاهيمي للبنك المركزي وسياسته. أولا، ليش إجانا البنك المركزي؟ هذه التساؤلات اللي راح تطرح. ليش أولا أنشئ البنك المركزي؟ شنو سبب إنشاء هذا البنك المركزي؟ شنو أهدافه؟ شنو خصائصه؟ شنو مميزات هذا البنك المركزي عن باقي البنوك التجارية الأخرى؟ أيضا وظائفه، سياساته اللي ممكن أن تتبع، استقلالية هذا البنك وعملية وتعامله. هذه كلها المواضيع إن شاء الله راح نتطرق لها في هذه المحاضرة، وهذا الفصل سوف يقسم يعني محاضرتين. اليوم راح نتطرق على جزء من عنده والجزء الآخر في المحاضرة القادمة. يحتل البنك المركزي قمة الجهاز المصرفي. هنا نقصد بقمة الجهاز المصرفي إنه الجهاز المصرفي مكون من كل البنوك الموجودة في دولة معينة، من يعني الأجهزة المتعلقة بالجانب المالي والنقدي، فهو يحتل الصدارة، مركز الصدارة، وهو المشرف على هذه البنوك وعلى هذه الأجهزة. فلذلك يحتل هذا البنك، هو قمة الجهاز المصرفي، وهو أعلى سلطة نقدية في الدولة في كافة الاقتصادات باختلاف أنواعها ودرجة تقدمها. إذن هي مؤسسة حكومية مستقلة، مؤسسة حكومية مستقلة تتولى عملية النقد، العمليات النقدية التمويلية الهامة للحكومة، ومن خلال إدارتها لهذه العمليات ووسائل مختلفة ومتعددة يؤثر البنك المركزي على المؤسسات النقدية. إذن بواسطة السياسات اللي يتبعها فهو يؤثر على المؤسسات النقدية، وذلك بهدف دعم ومساندة السياسة الاقتصادية للدولة. تعتمد السلامة الجهاز، السلامة الاقتصادي الوطني وفعاليته، انه احنا حتى نقول هذا البلد جيد من الناحية الاقتصادية اذا كان الجهاز المصرفي في فعال وقوي وجيد. يعني اذا نريد ننظر لاقتصاد هذه الدولة، نقول يا اقتصاد هذه الدولة قوية وجيدة، نروح نباوع للجهاز المصرفي مالته. اذا كان الجهاز المصرفي متطور ومتقدم ويتمع الوسائل والتكنولوجيا الحديثة والمتطورة في ادارة السياسة النقدية، فاذا هذا الجهاز، هذا الاقتصاد لهذا البلد فهو متطور. يعني هذا ممكن أن تكون زين. نشأة البنوك المركزية، هذه البنوك المركزية شو وقت نشأت؟ سبب ظهورها؟ شلون ظهرت؟ هل هي ظهرت قبل البنوك التجارية أم البنوك التجارية ظهرت قبلها؟ تعد نشأة البنوك المركزية يقول من أحدث الصور، يعني ظهر في الآونة الأخيرة، تطور من أحدث صور تطور الجهاز المصرفي، إذ عرفت الدول البنوك المركزية في مرحلة تالية لمعرفتها المصارف التجارية. إذن المصارف التجارية، إحنا تحدثنا في موضوع المصارف التجارية، قلنا إن المصارف التجارية هي إجت نتيجة الصاغة والتجار، ولذلك إجت تسمية الصيارفة والتجار في آن واحد. إذن ظهور المصارف التجارية، لأن إحنا تحدثنا في المصارف التجارية كانت أيضا سابقا هي تتولى عملية الإصدار النقدي، وبعد ذلك نتيجة التوسع من قبل هؤلاء المصارف التجارية في عملية الإصدار، انحصرت عملية الإصدار النقدي بمن؟ بالبنك المركزي. إذن عملية نشأة البنك المركزي هي جاءت بعد عملية إنشاء المصارف التجارية، لمعرفة المصارف التجارية، ومع اتساع النشاط الاقتصادي اتجهت الحكومات هذه الدول إلى منحها امتيازات الإصدار النقدي. إذن أول وظيفة يتولاها البنك المركزي هي عملية الإصدار النقدي، وبالتالي من يتولى عملية الإصدار النقدي أصبح هذا البنك هو بنك مركزي، وأصبح البنك يقوم تدريجيا بمهام محددة الواحدة بعد الأخرى. يعني هذه المهام اللي أصبحت هي أول وظيفة اللي هي وظيفة الإصدار النقدي، بعد ذلك أصبحت
يكلف بوظائف أخرى إلى أن أصبحت هذه وظائف البنك المركزي اللي راح نتطرق لها في المحاضرة. تطور هذا الدور المنوط بالبنك المركزي يشمل مراقبة الائتمان، وهذا يعني التدخل في النشاط الاقتصادي من خلال التأثير في النشاطات الاقتصادية. أول البنوك اللي تأسست يعني بنك السويد الذي أسس في عام 1668 أقدم البنوك المركزية من حيث تاريخ النشأة، لكن مصرف إنجلترا والذي يرجع تاريخ إنشائه عام 1694 في أواخر القرن السابع عشر يعد أول بنك إصدار. إذا ذاك صح هو تأسس بنك لكن ليس بنكا إصداريا، وإنما تولى أول بنك لعملية الإصدار اللي هو بنك إنجلترا في عام 1694. كما أن هذا البنك هو الذي وضع الأسس والقواعد التي تميز البنوك المركزية عن غيرها من البنوك التجارية. وبعد ذلك ظهر عندنا بنك فرنسا في عام 1800، وبنك هولندا في عام 1814، وبنك إسبانيا في عام 1856، وبنك روسيا في عام 1860، وبنك ألمانيا 1800. هذه التواريخ اللي ظهرت فيها البنوك التجارية. قامت هذه البنوك منذ عملية الإصدار منذ نشأتها بعملية إصدار الأوراق النقدية اللي هي البنكوت، وتولت الأعمال المصرفية جنبا إلى جنب مع الأعمال المصرفية العادية. وخلال النصف الثاني من القرن التاسع بدأت البنوك المركزية مباشرة وظيفتها الأساسية في الرقابة على الائتمان من حيث حجمه ونوعيته ومعدله. بعد ذلك إجانا المؤتمر المالي الدولي الذي عقد في بروكسل في عام 1920، وهذا يعتبر المؤتمر الأول الذي أعطى صلاحية أنه أو ألزم الدول بضرورة إنشاء البنوك المركزية، بتوصية مفادها أن على كل البلدان التي لم تؤسس بنكا مركزيا أن تبدأ بإنشاء وبالسرعة الممكنة، وذلك لاستقرار عملاتها ونظامها المصرفي ثم لمصلحة التعامل. وبذلك تم تأسيس بنوك المركزية في أغلب الدول التي لم تنشأ بعد ذلك، يعني تقريبا بدء شروع انطلاق غالبية الدول التي بدأت عملية تأسيس بنوكها في هي في عام 1920. هذا فيما يخص نشأته. زين نجي نعرف مفهوم هذا البنك المركزي. مفهوم يتكون هذا البنك المركزي من مصطلحين اللي هو كنترول بنك، من كلمتين اول شيء البنك، وذات هي الاصل الاوروبي المشتقه من الكلمه الايطاليه يتكون مصطلح البنك المركزي من كلمتين، كلمه البنك والمركزي. كلمه البنك هي ذات الاصل الاوروبي المشتقه من الكلمه الايطاليه والتي تعني المنضدة أو الطاولة، فهي بالأساس لا تعني أكثر من مقعد مستطيل كان يجلس عليه التجار. احنا شرحنا هذا الموضوع في البنوك التجارية، قلنا أن هنالك البنوك التجارية هي في البداية كانت هنالك منضدة يتم عليها تداول الأوراق المالية، يعني عملية الصيارفة، مكتبة أو خشبة أطلق عليها اسم بنك، يضعون عليها النقود ويمارسون عليها عملية بيع وشراء العملات الأجنبية المختلفة. أما كلمة المركزي فتصف البنوك كونها يشغل مركزا حيويا ومحوريا في النظام المصرفي والنقدي في الدولة، ولأنه يعمل قائدا لسوق النقد ومشرفا ورقيبا ومنظما للشروط. سميت البنوك المركزية في بداية نشأتها مصارف أو بنوك الإصدار لأنها تولت مهمة الإصدار النقدي وتنظيمه وبالحدود والشروط التي تقررها الحكومة. هذا في بداية يعني البنك المركزي كان يطلق عليه بنك الإصدار. بعد ذلك تطور ثم أخذت البنوك المركزي تتولى تدريجيا مهام الرقابة على النشاط المصرفي وتوجيهه ثم أهداف السياسة الاقتصادية للدولة، فضلا عن المسؤوليات والمهام الأخرى التي أنيطت بالبنوك المركزية فيما بعد. إذن الوظائف التي أنيطت والأهداف التي أنيطت بالبنك المركزي ما أجدت رأسا يعني مباشرة أنه هذا الهدف وهذا الهدف وهذا، وإنما تدريجيا إلى أن وصلت ما وصلت إليه الآن. وهنالك تعريفات مختلفة للبنك المركزي، حيث عرفها سميث هو السلطة الكاملة على الإصدار النقدي. هنا أكد سميث على أن وظيفة الإصدار النقدي هي الأساس، وبعد ذلك
سايزر اللي عرفها بأن البنوك المركزية هي عضو أو جزء من الحكومة الذي يأخذ على عاتقه إدارة العمليات المالية للحكومة. وبعدين تم تعريفها أيضا بتعريف آخر واللي هو شو، بأن البنوك المركزية الذي يتحكم في الائتمان وينظمه. وأيضا هنالك سام ويلسون اللي عرفها بأن البنوك الذي ينظم ضخ النقود عبر شرايين الحياة الاقتصادية ويحدد مستوى سعر الفائدة ويتولى إدارة الشؤون النقدية في البلاد. وهنالك تعريفات من الناحية الوظيفية، التعريف بأنه بنك الإصدار وبنك البنوك وبنك الدولة فضلا عن كونه أداة إشرافية ورقابية على الجهاز المصرفي كله، وهو مؤسسة مالية ذات شخصية اعتبارية يؤسس بموجب قانون خاص ويمارس منفردا اختصاصاته في إصدار الأوراق النقدية والإشراف والرقابة على وحدات الجهاز المصرفي والعمل كبنك ومستشار مالي للحكومة، ويتولى صياغة وتنفيذ السياسة النقدية وإدارة السياسة النقدية في الاقتصاد بشكل عام. هذا هو التعريف الوظيفي للبنك المركزي. خصائص البنك المركزي، تميزت خصائصه، يتميز هو أولا بنك أو مؤسسة غير عادية، فهو يحتل مركز الصدارة في قمة الجهاز المصرفي. ليش يحتل مركز الصدارة؟ لأنه يعني هو يشرف على هذه البنوك بمختلفة، وله قدرة على خلق وتدبير النقود القانونية من جهة، والقدرة على التأثير في قدرة البنوك التجارية في خلق النقود الودائع من جهة أخرى. اثنين، أن البنك المركزي مؤسسة نقدية ذات ملكية عامة، ملكيتها ملكية تابعة للدولة، فهي التي تتولى الإشراف وإدارته من خلال القوانين التي تسنها وتشترك مع الحكومة في رسم السياسة النقدية. أيضا يهتم البنك المركزي بكافة الإجراءات المتعلقة بالإصدار النقدي من تحديد حاجة الاقتصاد للنقد والطباعة والتوزيع على المصارف أو الحكومات واسترجاعها. أيضا هنالك بنك مركزي واحد في معظم بلدان العالم باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية اللي يوجد فيها 12 بنكا للإصدار النقدي خاضع لسلطة نقد ممثلة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي. النقطة الرابعة الخامسة، لا تسعى هذه البنوك، انه من مميزات هذه البنوك او خصائص هذه البنوك انه لا تسعى الى الربح المادي، بل انها تتحمل مسؤولية اجتماعية اقتصادية شاملة تجاه جميع القطاعات والانشطة في المجتمع. لا يتعامل هذا البنك عادة مع الافراد، اذ يهتم اساسا بتنظيم ورقابة العمليات المصرفية للمصارف التجارية، فهو لا يستطيع ان يقوم بالوظائف التي تقوم بها المصارف منافستها للمصارف التجارية، يعني خروجه عن وظيفة كبنك للبنوك ووظيفة خاصة باعتباره المقرض الاخير لها. هذا فيما يخص خصائص هذا البنك. نجي استقلالية هذا البنك من عدمها، هل الاستقلالية لها دور؟ ان قوة واستقلالية البنوك المركزية وصلابة عملياتها استقلالية البنوك المركزية ان قوة استقلالية البنك المركزي وصلابته عملياته تكتسب قدرا عاليا من الديمومة وتتناسب ودرجة التنسيق والتشاور مع السلطات الأخرى وبشكل خاص مع السلطة المالية. يعني لابد أن يكون هنالك، حتى نقول على هذه المؤسسة لابد أن يكون تعاون مشترك ما بين السلطة النقدية والسلطة المالية، السلطة النقدية المتمثلة بالبنك المركزي والسلطة المالية المتمثلة بوزارة المالية، ولكي تقوم نشاطات التنمية لتطلع عليها السياسة النقدية والسياسة المالية إلى حد ما. هذا فيما يخص استقلالية البنك المركزي، وراح نتطرق إلى الاستقلالية بشكل أكثر. ويتخذ البنك المركزي في سبيل تحقيق أهدافه لتحقيقها الاستقرار النقدي ونمو الوسائل التالية: أولا التأثير في توجيه الائتمان من حيث كمية ونوعية والسرعة بما يكفي للتأثير في توجيه الائتمان لمقابلة الحاجات الحقيقية لنواحي النشاط التجاري والصناعي والزراعي، يعني هنا توجيه في التجارة جانب صناعي أو زراعي أو قطاع إسكان أو غيره. اثنين، اتخاذ التدابير المناسبة لمكافحة الاضطرابات الاقتصادية أو المالية العامة والمحلية، مراقبة الهيئات المصرفية بما يكفل سلامة مركزها المالي، إدارة الاحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي. هنا ينصرف مفهوم الاستقلالية إلى التحرر متخذ القرار عن النفوذ السياسي، يعني والحكومة مباشرة في وضع سياسي. ومن الدلالات على استقلالية هذا البنك هو عدم ارتباط البنك المركزي بوزارة المالية أو السلطة المالية، وإنما يعد البنك المركزي مؤسسة قائمة بحد ذاتها تعمل بموجب القانون الخاص وتشرف على السياسة النقدية من خلال أدوات سعر الفائدة والسوق المفتوحة. ومن دلالات أخرى أيضا على استقلالية هو بقاء كبار، يعني حتى نقول على هذه المؤسسة أنه هو يعمل بحد ذاته مستقل بعيدا عن السياسة النقدية، بعيدا عن السلطة التنفيذية، وكذلك هو بقاء مسؤولينه لفترة زمنية طويلة، يعني معناها هنالك أكو استقرار، أكو عدم تدخل وتغيير.
أيضا هنالك تجري إشارة أنه يجب أن نميز ما بين استقلال السياسة النقدية بالمعنى التشريعي والسياسي، وبين استقلال العمليات النقدية عن العمليات المالية العامة، وهو ما يعرف بالاستقلال الفني. وهو عدم ارتباط البنك المركزي بوزارة المالية. قلنا احنا تجدر الإشارة أنه يجب التمييز ما بين استقلال السياسة النقدية بالمعنى التشريعي والسياسي، وبين استقلال العمليات النقدية عن العمليات العامة، وهو ما يعرف بالاستقلال الفني. والأخير يمثل، يعني الاستقلال الفني يمثل السمة الاقتصادية مستقلة عن التشريع والسلطة التنفيذية القائمة. وقد جاءت دعوات الاستقلال البنك المركزي في أعقاب معدلات التضخم المرتفعة في الدول، ولا يسمى بعد اهتمام البنوك المركزية بقضايا مثل النشاط الإنتاجي والتشغيل على حساب استقرار الأسعار من أجل إرضاء الحكومات. هنا وضحت لنا هنا معدلات التضخم، يعني هنالك أكو مؤشر يوضح مدى استقلالية هذه البنوك من عدمها. فهنا معدلات التضخم المرتفعة أواخر السبعينات وبداية الثمانينات في العالم، إلى يعني هذه البدايات فحصت لنا أداء البنوك المركزية والدعوة للاستقلالية. والشك أن درجة الاستقلالية تتفاوت من دولة إلى أخرى، ففي عام 1997 أعلن البنك إنجلترا استقلاله عن الخزانة، يعني عن وزارة المالية. وفي نفس العام أجرت اليابان التعديل القانوني الذي منح البنك المركزي استقلالا في إدارة العمليات. أما في الولايات المتحدة الأمريكية فقد كان الاستقلال عام 1978 وتعزز في السنوات اللاحقة، في حين يعد البنك المركزي الأوروبي أنه الأكثر استقلالا. متطلبات استقلالية البنك المركزي: أولا الجذور التاريخية لاستقلالية البنوك المركزي. إن الجدل حول دور البنوك المركزية ومدى استقلاليته هو طرح موضوع قديم جديد حقيقة، إذ إن هذا يعني موضوع جديد، حيث إنه طرح وسبق قبل ظهور هذه البنوك المركزية سبق أن ظهر هنالك موضوع استقلالية البنوك المركزية. وقد حدث جدل واسع امتد منذ أوائل القرن الثامن عشر، إذ إن الاقتصادي المشهور الكبير ديفيد ريكاردو في عام 1842 معقبا على إنشاء بنك وطني في بريطانيا بقوله: لا يمكن الاطمئنان، لا يمكن الاطمئنان إلى الحكومة في السيطرة على إصدارات النقد، إذ إن منح الحكومة هذه السلطة سوف يؤدي غالبا إلى الإفراط في استخدامه. هنا يقول أنا ما أطمئن إنه الدولة إذا أصبح البنك المركزي اللي يتولى عملية الإصدار النقدي، أنا ما أطمئن أن يكون لها، يعني في حالة هنالك عجز أو في حالة هنالك قرارات مالية أو إخفاقات، فهي أكيد راح تعالج هذه المشكلة لصالحها بدون الهدف أو الاهتمام بالجانب الاقتصاد الوطني بشكل عام. كذلك هنا أشار كينز في عام 1931 في حديثه للجنة الملكية في البنك المركزي الهندي إلى أن البنك المركزي النموذجي هو البنك الذي يمزج المسؤولية الأساسية للحكومة مع درجة عالية من الاستقلالية للسلطة البنكية. هذا ما أشار إليه كينز. هنا قبل الحرب العالمية الأولى حقيقة كان أكو توجه الحكومات باتجاه أعطاء استقلالية أكبر للبنوك المركزية، وهذا التوجه كان هنالك مبادرات اتجهت باتجاهه، لكن مع اندلاع هذه الحرب التي سبقت الحرب العالمية تقوم على الرغبة في تقوية ودعم استقلالية البنك المركزي سياسيا وعدم التدخل حكومات، ولكن هذه العلاقة اتخذت بعد الحرب العالمية في أعقاب الكساد الكبير في الثلاثينيات في القرن الماضي منحا جديدا، انه نتيجة زيادة معدلات البطالة وانخفاض يعني وانخفاض معدلات النمو الانتاجي المحلي الاجمالي وانهيار اسواق وافلاس عدد كبير من المصارف والشركات، قد ادى هذا التطور الى قيوم الحكومات باتخاذ قرارات حاسمة بشأن البنوك المركزية تمثلت في نقل ملكيتها من الملكية الخاصة الى الملكية العامة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من خلال تعيين محافظا أو مجلس إدارة
وهو مادة على ضغط عليها من أجل زيادة قروضها للحكومة ومن أجل تلبية احتياجاتها. وبالتالي في خلال الأزمات، يعني كان هنالك قبل الحرب العالمية توجه بإعطاء استقلالية أوسع للبنوك المركزية، لكن بعد الحرب العالمية ونتيجة انهيار الأسواق وضعف وقدرات هذه الحكومات على توفير السيولة اللازمة، اضطرت إنها أن تتدخل في عمل البنوك المركزية من أجل إقراضها وتمويلها للإعمار أو حتى يعني لسداد الديون المترتبة على هذه الطرق. هذا اللي ظهر عندنا بشكل عام. فلسفة استقلال المؤسسة النقدية بشكل عام يقصد باستقلال البنك المركزي انفصال عن الكون، وهو مفهوم مشابه حقيقة للاستقلال. يعني من نريد نقول انه هنالك البنك المركزي يجب ان يكون مستقل، مو معناه مستقل انه ما يتدخل بي بالمباشرة، شلون مجلس القضاء او شلون يعني المحكمة او استقلالية القضاء هو مستقل، عدم تدخل الدولة فيه، يكون استقلاليته هو مؤسسة، يكون هناك عمل مؤسساتي ويعمل وفق التشريعات والقوانين المشرعة إليه أو التي هو يشرعها، وبالتالي تكون هذه القوانين هي ملزمة من حيث أنه يعني يتم معاقبة هذا البنك المركزي في حال مخالفته للقوانين والتشريعات اللي أصلا مقرورة. أما أنه يتم تدخل في عمل أنه زيد الإصدار النقدي أو خفض الإصدار النقدي أو قوم بزيادة القروض أو خفض القروض أو أعطي قروض للدولة من عدمها، هذا التدخل في عمله المباشر هو اللي نقصد انه يجب ان تكون هناك استقلاليه، هو عدم السماح للحكومه ان تتدخل في العمل المباشر له، وانما يعمل البنك المركزي وفق سياسه يضعها واستراتيجيه مرسومه هو يهدف الى تحقيقها، تحافظ على الاستقرار والتنميه الاقتصاديه، الهدف الاساسي الذي تسعى اليه كل المؤسستين، مؤسسه الدوله كالحكومه وايضا المؤسسه النقديه اللي هي تمثل بالبنك المركزي. لكن في بعض الحالات انه الحكومه تريد ان تظهر بمظهر لائق او جيد، تضطر انه نتيجه اخفاقاتها ونتيجه ضعفها المالي والسياسي تريد ان تغطي من خلال انه هنالك زياده في حجم نفقاتها او في زياده في بناء مشاريعها دون الاهتمام بالرؤية الاقتصادية الاستراتيجية للدولة، وهذا يسبب حقيقة مشاكل في المستقبل على الاقتصاد بشكل عام. هذا هو المقصود بالاستقلالية. إن شاء الله أنه تكون محاضرتنا القادمة اللي هي مبررات الدعوة إلى استقلالية البنوك المركزية اللي راح يكون عندنا محورنا في المحاضرة القادمة. أي سؤال بخصوص المادة أو استفسار إحنا راح نكون مستعدين للإجابة عليه. أتمنى لكم الموفقية مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.